كتم قليل كتب دولة لشؤون الشباب. احنا اليوم في اطار لو بروغرام اكتيف سيتيزن المنظم بال اترافير لاسوسياسيون جاسمين فونديشن ان كولابوراسيون مع البريتش كونسل. بالنسبه لي ككاتب دوله للشباب يهمني الامر هذايا، خاصه انه يطرق لتشريك الشباب في الحياه العامه وكيفاش نخليهم شباب فاعل جوستومون في بلادهم. علاش مهم؟ على خاطر السوجي هذايا اول حاجه حسنا بالشباب باش يشاركوا، لانه نظرتهم للبلاد وللمجتمع وللسياسه وللاقتصاد الكل مهمه باش نبنيو البلاد المستقبل، ولكن زاده باش نتفاداو المشاكل اللي موجوده اليوم، راديكاليه اليوم لو كونفلي الكبير اللي موجود مع دوله، عدم الثقه، لا ديميسيون تاع الشباب معناها من كسوا من حياتهم ولا حياه المجتمع اون جينيرال. دونك يهمني اني نشوف المخرجات نتاع الاكسبيرونس هذايا، تتسمى مهمه اليوم وزاره شؤون الشباب والرياضه تحب تتعامل مع المجتمع المدني كمكمل لسياستها. احنا اليوم حطينا رؤيه استراتيجيه جديده، من اهم المكونات نتاعها هما ثلاثة مكونات ولا فما، ولكن فما مكون مهم هو كومون فير دو لاكسيون سيتويان ان لوفيي ديبانويسمون بور لو جون ا بارتير دان تري جون اج. دونك كيفاش اللي هي تنجم تمكنه باش تعطيه الاليات باش يقوي شخصيته باش يبني مستقبله يبني مشروع حياته. دونك لاكسيون سيتويان اي تري امبورتون، ما نجموش نخدموه وحدنا كوزاره. المجتمع المدني مهم برشا، علاش؟ خاطر il est initiateur d'expériences أول حاجة exclusive و des expériences pilotes. خلينا احنا نشوفوا شنو اللي يمشي وشنو اللي ما يمشيش. الدولة ما عندهاش الإمكانيات باش نجم نجرب آلاف التجارب مع ملايين الشباب، المجتمع المدني عنده القدرة هذيا. من التجارب المميزة التجربة نتاع جاسمين فونديشن اللي راها ممكن كما قلت دايوغ مع المنظمين، قلت لهم باش تعطينا ممكن الأرغيومون باش نقولوا غدوة التجربة هذه مشات، لازمنا نجيبوا الامكانيات والتمويلات باش نطوروها على مستوى الجمهوريه التونسيه الكل باش الشباب ينجم يكون فاعل في الشان العام. دابور لي جون اللي مشاركين في التظاهره هذه وفي البروغرام هذايا يفو كونتينيوي، معناها هما على الطريق الصحيح. ممكن احنا جينا الشباب بعد الثوره اوني لي زينيسياتور، صعيب علينا تجربه ما نعرفوهاش ان نشاركوا في الحياه العامه، انه نلقاو الاليات باش نفرضوا مكانتنا باش نلقاو بلاصتنا باش نسمعوا صوتنا. سي با ايفيدون، نعرف سي با فاسيل، مي ممكن بعد 10 سنين تلقاو رواحنا اسسنا الحاجه مهمه برشا، والاجيال اللي تجي من بعد تلقى طريق سهل لها. والشباب اللي مازال ما انخرطش، الشباب التونسي بصفه عامه، فما برشا دي فاكتور يخلونا نفقدوا الامل، معناها فما برشا اصوات تتعالى باش يقولنا افقدوا الامل وفوق عليكم حكايه فارغه وراهي مش توصلكم من شيء. نقول لهم اللي مش صحيح، ولكن لازم يكون عندنا صبر، انا راهو ممكن نتائج العمل نتاعنا العشرات السنين القدام والاجيال القادمه، وتكون لنا فخر ممكن غير ممكن من من ما نجنيوش الثمار نتاعها ديريكتومون، ما يكون لنا الفخر ان اسسنا الدوله اقوى تعطي مكانه للشباب.